الشاورما المصري الأصلي. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل مطبخ الشفشة. النهاردة هعمل لكم الشاورما المصري على أصولها اللي هو أم كايزر وطحينة، بس أنا مش هحطها في سندوتشات لأني هعملها بتاع ده على فتة. تمام، انت حطها في السندوتشات انت حر. أنا هديك الشاورما على أصولها وانت تصرف. اكذب لو قلت ان انا عندي مقادير للوصفة دي او حتى تتبيلة بعملها كل مرة. فعادي بقى اللي هو حطينا ملح، فلفل، كمون، بهارات لحمة، بابريكا قليل عشان ما تأثرش على اللون، بصل بودرة. انا بلف في البتاع في دولاب التوابل واللي بلاقيه مناسب بجيبه، رشة شطة، جنزبيل، قرفة، جوز الطيب، ثماء، حبة زيت حلوين. هذا المشهد ليس لأصحاب القلوب الضعيفة. وبرضو حبة خل حلوين وشوية صوي صوص بس عشان اللون مش اكتر، عشان ما تطلعش اللحمة لونها جري. لحمة الشاورما يبقى فيها شوية دهن كده يا ولاد عشان ايه، بيخلي طعمها ألذ. وهتبقى حاسبها في التتبيلة مش اقل من ساعتين. عايزة تسيبيها طول الليل سيبيها، برضو ما تقولش لا. حط طاسة على النار وهنزل بقى باللحمة اللي تبلتها كده. اللحمة تقريبا شربت كل ميتها، فهحط لها بصل وفلفل. لما البصل والفلفل يدبل شوية هغطيها ووطي عليها لحد ما تستوي خالص. ايه اللي هيخليها بقى شاورما مصري اصلي من بتاعت الذكريات سندوتشات الكايزر وبتاع؟ الخطوة الجاية دي هنحط طماطم وبقدونس كتير ونطفي عليها. اوعى يستوى عشان كده هتبقى طعمها خلطة محشي، حاجة تانية خالص. وهنقلب وخلاص نغطيها وهي كده جاهزة للأكل. يا سونتو سيت يا بونتو سيت. لو هتعمليها زي على رز وعيش محمص وبتومية وكده ايه بقى في هاتي كايزر، عشان لو اتبقى يبقى في الصخور كده ومع شوية طحينة. شكرا. الشاورما المصري الأصلي.